لكم التحية من جديد مشاهدي الأفاضل، وبدءا نترحم على أرواح شهداء الواجب والوطن. 5 من خيرة أبناء هذا السودان سقطوا وهم يدافعون عن أمنه واستقراره اليوم في حي جبرة بعد مداهمة لجهاز المخابرات العامة لخلية إرهابية تتبع للتنظيم داعش، كما ورد في بيان جهاز المخابرات العامة، واللي قال فيه مدير الإعلام بالجهاز أنه بناء على توافر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية تم صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية للقبض على المجموعة بأحياء جبرة مربعي 18 و14 والأزهري مربع 14، وذلك في إطار جهود الجهاز لتأمين واستقرار البلاد وبتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة. وأضاف عليه قامة قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية في القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة، حيث قامت المجموعة الإرهابية بجبرة مربع 14 بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة، واحتسب جهاز المخابرات العامة 5 شهداء منهم 2 ضباط و3 ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، ومن ثم لادت المجموعة المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالهروب وجاري مطاردتهم للقبض عليهم. نحتسب على شهداء الواجب، إنا لله وإنا إليه راجعون. مع الآن عبر الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ طارق محمد عبد الله الكاتب الصحفي. أستاذ طارق مساء الخير. مساء الخير عليكم وكل الزملاء في قناة الهلال، وأود التصحيح لكم طارق محمد عبد الله صديق وزميل، أنا طارق عبد الله محمد. أستاذ طارق الله يخليك. الله يخليك أستاذ طارق. في الأول نريد أن نتعرف على آخر المستجدات فيما يخص المداهمة التي قام بها جهاز المخابرات العامة اليوم على خلية إرهابية وسقط 5 من الشهداء أداء للواجب وحماية للأمن والاستقرار في البلد. تفضل. أنا نترحم أولا على الشهداء الواجب، ربنا يتقبلهم ويجعلهم شهداء. يمكن آخر تطورات الأجهزة الأمنية واصلت دورها في اتخاذ الإجراءات القانونية الروتينية بفتح بلاغات. هناك أتياء متخصصة وأتياء مشتركة تضم كل الأجهزة الأمنية، هي عندها خطة لملاحقة الأربع القارين من شقة جبر مربع 14. تقريبا لا أريد أن أطلع عن جزء من هذه المعلومات باعتبار قد تأثر عليه. أستاذ طارق يا ريت لو ترفع صوتك شوية عشان نسمعك كويس. قلت لك ربنا أول حاجة نترحم على الشهداء في هذه المخابرات العامة، ربنا يتقبلوا. الأجهزة الأمنية والشرطة اتخذت الإجراءات الروتينية في مثل هذه العمليات بفتح بلاغات في مواجهة الفارين ومواجهة المقبوض عليهم. هناك 11 منهم موجودين في عمليات مداهمة لذات الخلية في منطقتين آخرتين. هناك أتيام مشتركة هي بتتابع المعلومات حول الفارين والتصل إليهم في غضون الساعات القادمة، دي آخر التطورات الموجودة في هذا الملف. هل في أي معلومات حول هوية الإرهابيين أو جنسيات هؤلاء الإرهابيين؟ وزي ما يعني تابعنا من خلال البيان أنه في 11 من الإرهابيين تم القبض عليهم من جنسيات أجنبية، يعني جنسيات غير سودانية. صحيح، هنا في الغالبية العظمى منهم من الأجانب، وهذه العملية غالبا في جنسية محددة أو في جنسيات معينة تم الكشف عنها حتى الآن؟ لا، لم يتم الكشف عن هوياتهم، لكن الأماكن بتاع التحركات المجموعات الإرهابية ومجموعة داعش معروفة الدول بتاعتها، والسوابق الفاتت في مثل هذه العمليات برضو بتشير لعدد من الدول، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن هوية الدول الذين انتموا إليها الإرهابيين.
نعم. طيب كيف دخلت هذه الخلايا أو هؤلاء، كيف دخل هؤلاء الإرهابيون إلى السودان، وما هو المخطط اللي مفترض تقوم بتنفيذه من خلال وجوده في السودان؟ طبعا دخولهم بيكون بطريقة عادية، هم لا يدخلون البلاد عن طريق أفواج أو كذا، بتكون بإجراءات معروفة، بإجراءات وثائق تجرية معروفة، لأسباب بيتجمعوا. دي ما تشير إليه الحالات السابقة في القبض. يمكن الأسباب، يمكن السودان واحد من الدول الجاذبة للمجموعات الإرهابية. أول حاجة لصفات التدين الموجود الكثير فيه، هو بيخليه منطقة جاذبة للجماعات الإرهابية والجماعات التشدد، يعني إن كانت الإسلاميين الموجودين في البلد أو هم وسطيين ليس متشددين أو حتى لا يحسب على هذا، ولكن البوادر والتربة الخصبة الدينية الموجودة في السودان هي بتجعله منطقة جاذبة لكل المجموعات الدينية المتشددة. في ظروف كثيرة تخلي إنه تكون في مجموعات تجي السودان في الوقت الحالي، يمكن نتيجة دائما الاضطرابات السياسية هي واحدة من الأسباب اللي بتقود الجماعات الإرهابية للدول. ويمكن لوقت غريب كانت الصومال الجهة الأساسية والجهة اللي يذهبوا إليها، مستغلين الاضطراب الموجود في السودان وفي الصومال. والآن السودان يمكن يكون فيه إشكاليات سياسية جدا، الإشكاليات السياسية الموجودة هي برضو تربة خصبة وجاذبة لهذه المجموعات الإرهابية، يمكن بتلقى كثير من البراح. طيب استاذ طارق، لو سمحت لي بالمقاطعه، يعني من خلال متابعتك لعمليه المداهمه اللي تمت لمقر هذه الخليه، وطبعا هي 3 مقرات، يعني ده واحد من المقرات اللي كان متواجد فيه 4 من الارهابيين، من خلال متابعتك هل كانت العمليه بالصوره المطلوبه من قبل الاجهزه الامنيه؟ يعني احنا لما نتكلم عن 5 من الشهداء، يعني 2 من الضباط و3 من ضباط الصف والجنود، عدد كبير جدا من الشهداء سقطوا، هل العملية تمت يعني بصورة احترافية أو بصورة يعني بالصورة المطلوبة المفترضة في مثل هذه المواقف؟ ونحن بنعرف أنه مثل هؤلاء الإرهابيين عادة ردة فعلهم بتكون عنيفة جدا جدا، يعني أحزمة ناسفة، تعامل بالرشاشات، يعني بتكون الخلية مجهزة كأنما هي يعني مركز حربي. يمكن زي ما قلت صحيح، يعني انه واضح انه القوات التي نفذت المداهمه على الموقع ده على وجه التحديد لم تتحسب للمواجهه الغاضبه على التحديد. يمكن دفع في ذلك يمكن الانجازات السابقه الكثيره سيطرة الاجهزه الامنيه وعدم الاشتباك معها من كل المجموعات. هناك هذه المجموعه ليست الاولى، هناك خلية الدندير، هناك خلية السلمة، هناك خلية شقة الكويت، في مجموعة من الخلايا التي تم القبض عليها في أوقات سابقة لم تصل إلى مرحلة المواجهة مع القوات النظامية أو جهاز الأمن أو المخابرات السودانية، لم تصل بيناتهم مواجهة. يمكن ده السبب اللي خلى إنه القوة دي ما تكون يعني ما تقدر التقدير الكافي للخطر اللي فيها، والعدد الكبير منهم الذين يصوبوا وتوفوا ده بيدل على انهم تفاجؤوا بالمواجهه دي. نعم. الاستاذ طارق عبد الله محمد الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على المداخله وعلى هذه المعلومات حول الأحداث اليوم اللي سقط جراء 5 من شهداء الواجب، ربنا يتغمدهم برحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون، والصبر والسلوان لأسرهم. ونتمنى حقيقة أن تضرب القوات الأمنية مثل هذه الخلايا الداعشية الإرهابية اللي بتحاول إنها تزعزع الأمن والاستقرار في البلد بأيدي من حديد، وأن تكون هنالك ضوابط لكل القادمين من الدول المشتبه، في إنه من الممكن أن
تصدر إلينا مثل هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المتشددين والمتطرفين، لأنه حقيقة البلد يعني فيها ما فيها، أو فيها اللي بكفيها من المشاكل والأزمات، ولا نريد أزمات جديدة ولا نريد مخاطر أمنية جديدة. نتمنى أن تظل أعين الأجهزة الأمنية يقظة لكل من يحاول أن يزعزع أمن واستقرار هذا البلد. فاصل قصير، من ثم نعود ونواصل، خليكم معنا.